مرحبا أصدقائي، ياكم نزار عجيلي ريل استيت بروكر مرخص في مقاطعة أونتاريو كندا للبيع والشراء والاستثمار العقاري. فيديوها بخصوص pre-constructions. pre-constructions معناته العقارات تحت الإنشاء. كثير الناس يسألون عن هذا الموضوع، فحبيت أن أجيبكم على سؤالكم ورأيي الخاص بهذا الموضوع بهذا الفيديو. أول شيء، شو معناته pre-constructions؟ يعني تقوم شركة تطوير عقاري وإعلان عن مشروع معين والناس يسجلون عليه ويكون تسليمه بعد سنتين أو ثلاث سنوات. فالناس يسألوني هل هذا الشيء هو مجدي، يعني مفيد أو لا؟ طبعاً رأيي الحقيقي بهذا الموضوع هو إذا أنت عندك المبلغ أن تشتري عقار اليوم، فبالتأكيد أكيد اشتري اليوم أحسن من تنتظر سنتين أو ثلاث سنوات. لكن إذا أنت اليوم ما تقدر تأخذ مورجج لسبب ما، مثلاً عندك تحفظات على المورجج أو غير مؤهل أن تأخذ مورجج، يجوز أنه ما عندك شغل غيره فما تقدر تأخذ مورجج، فبهذه الحالة يكون الأفضل هو أنه تستثمر في مجال البري كونستراكشنز أو العقارات اللي هي تحت الإنشاء. إذا مهتمين أن تستثمرون في مجال عقاري في كندا، سواء كان عقارات جاهزة أو عقارات تحت الإنشاء، بإمكانكم أن تتواصلون يعني فريق عمل متكامل في خدمتكم مختلف مدن أونتاريو تبدأ حتى من $200,000. شكرا جزيلا على وقتكم، تحياتي لكم وتمنياتي بألف خير.